مين منا بيحبش يشرب له فنجان قهوة مرتب على الصبح أو بعد الغداء أو بعد العشاء أو خصوصا بعد ما تأكل صحن منسف مرتب كبير؟ على الأغلب كلنا لا شيء علينا كده. لا معلش قولها تاني. بس هل بتعرف شو بصير بجسمك وبعقلك لما تشرب قهوة أو لما تستهلك مادة الكوفئين؟ وشو التغييرات الكيميائية والبيولوجية اللي بتحصل على دماغك لما تستهلك مادة الكوفئين أو لما تشرب قهوة؟ عشان هيك اجيت اليوم أخبرك وأحكي لك عن فوائد وسلبيات القهوة أو مادة الكوفئين، وهل فعلا مادة الكوفئين بتزيد الطاقة تبعتنا؟ وليش بعض العلماء بيعتبروا مادة الكوفئين هي مادة مدمنة؟ وغير نحكي عن أبحاث علمية عالمية بتأكد فوائد مادة الكوفئين، وعن أبحاث بتحكي عن سلبيات مادة القهوة، وبالآخر غير أقولكم على الطريقة المثلى والوقت الأفضل تشرب فيه قهوة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيب كوباية القهوة تاعتك، تعال نبلش. بالأول تعال نحكي لكم شوي عن تاريخ القهوة. القهوة اكتشفت أول مرة في دولة أثيوبيا عن طريق راعي اللي انتبه إنه الأغنام والماعز اللي عنده صاروا أكثر نشاطاً لما أكلوا حبات القهوة الموجودة على الشجر هناك. تعرفوا إنه أكثر تاني بضاعة بالعالم تجارة هي مادة القهوة؟ وهذا بجيبنا للسؤال الأول، هل عن جد القهوة بتعطينا طاقة وقوة؟ عشان نجاوب على هذا السؤال تعال نشوف شو القهوة بتعمل لجسمنا ولعائلنا. بجسمنا وخصوصاً بالمخ في مادة اسمها أدينوسين اللي بتبلش تتراكم بالعقل وبالجسم من وين أنت بتستيقظ لحتى تنام. وظيفة هاي المادة هي كابح أو مانع، أو تقدر تقول إنه هي بتبطئ نشاط جسمنا. فلما تستيقظ الصبح مادة الأدينوسين بتكون عندك كتير واطي، وشوي شوي مع مرور الوقت لحتى بعد وقت العشاء مادة الأدينوسين بتكون كتير بجسمك، وهيك بتأدي لتعب بالجسم والشعور بالنعاس. تقدر تقول إنها هي بتشبه وظيفة الميلاتونين اللي هو هرمون بيساعدنا على النوم. والمفاجأة الكبيرة هون إنه العلماء اكتشفوا إنه مادة الكوفئين بتشبه كتير مادة الأدينوسين على الأقل في البناء الكيميائي تبعها. وانتو بتعرفوا اذا كان في ناقل عصبي بالجسم مثل الادونيسين او الدوبامين عشان يعملوا ويشتغلوا كيف لازم، لازم يرتبطوا بمستقبلات عصبية اللي موجودة بالمخ. وعشانه البناء الكيميائي تاع مادة الكوفئين بيشبه كتير البناء الكيميائي تاعت مادة الأدينوسين، فأنت لما تشرب قهوة هاي المادة بتروح على المخ وبتروح على المستقبلات تبعون الأدينوسين وبتقعد محلها، وبهيك الناقل العصبي أدينوسين بيقدرش يشتغل كيف لازم. وبهي الطريقة الأدينوسين اللي هو بيؤدي إلى تعب والنعس، فبوقتها ولما تشرب قهوة أنت بتحس بنشاط أو حيوية. فالقهوة بتعطيكش طاقة، عشان كل فنجان قهوة هو واحد سعرة حرارية، وفقط بيمنع المادة اللي بتخليك تنعس وتتعب اللي هي مادة الأدينوسين. ومع الوقت ومع كثرة استهلاك الكوفئين جسمك ومخك ببلش ينتج مستقبلات أدينوسين أكتر، عشانه شايف انه الادينوسين مش قاعد يشتغل على المستقبلات تبعونه فبينتج اكتر واكتر. ونتيجة هاي الشغلة لما انت تبطل تشرب قهوة لمدة ساعات او يوم يومين جسمك بحس بتعب اكتر. ليش؟ عشانه صار في مستقبلات اكتر لمادة الادينوسين، ومادة الادينوسين نفسها هي اللي بتخليك بطيء وتعبان، فبتصور تعبان اكتر واكتر من قبل. بس سألت حالك مرة ليه انت بتحس بسعادة اكتر لما تشرب قهوة؟ الجواب هو تأثيرها على الدوبامين. مادة الكوفئين بتأثرش بشكل مباشر على الدوبامين او بتزيدش انتاجه اكتر، بس مادة الكوفئين بتزيد حساسية المستقبلات لمادة الدوبامين، وبهيك بتزيد فعالية الدوبامين بالجسم، مع انه كمية الدوبامين بالجسم ما طيرتش. وانتو بتعرفوا انه للدوبامين دور كبير بالسعادة وبالمتعة. وايضا مادة الكوفئين بتأثر على هرمونات كتير بالجسم، منها مادة الأدرينالين والكورتيزول اللي بيسموهن هرمونات القتال والهروب او fight and flight hormones. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. وهالهرمونات بتشتغل على جسمك بتزيد دقات قلبك وبتعمل انقباض للأوعية الدموية، وبهيك بتعلي الضغط وكمان بتفتح القنوات الهوائية برئتك. وهي التأثير الغير مباشر على الجسم وخصوصا على الأوعية الدموية بالمخ بيؤدي إلى وجع راس. فلما شخص متعود يشرب كل يوم 3-4 فنجين قهوة وما يشربش قهوة لمدة 8-9 أو 12 ساعة بصور في عنده وجع راس، عشانه كيف حكينا بشكل غير مباشر مادة الكوفئين تعمل انقباض للأوعية الدموية بالمخ. فلما الواحد ما يشربش قهوة الأوعية الدموية بالمخ بتتوسع، وبهيك بصور في تدفق دم كتير للمخ، وهذا بيؤدي لوجع راس كتير كبير لمدة ساعات كتيرة. وحتى وقتها لو شربت دواء يمنع وجع الراس مش راح يروح، عشان المشكلة هي توسع الأوعية الدموية، لأنه بعض من أدوية وجع الراس
تشتغلش على الأوعية الدموية أو بتأديش لإنقباضها. وعشان تعرفوا هاي المعلومة اللي اكتشفوها العلماء ساعدت في تطوير أدوية تحتوي على كوفائين عشان تعالج الصداع النصفي أو بالإنجليزي migraine headache. قول كده البتاعة اللي انت عملتها دي كده قولها كده قولها أنا عارفها بس قول أنا عارف أنا البتاعة دي كده وأنا قول يا رب هي البتاعة اللي أنا بشوفها في الكتابة هي يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل والله العظيم. وعشان أكد لكم هاي المعلومة غير أفرجيكوا MRI لدماغ امرأة شربت 4 كوبايات قهوة تقريبا 400 ميلي جرام من الكوفائين وبعدين عملوا لها MRI وشافوا الفرق بين دماغها ووجدوا انخفاض ب 40% عندها بتدفق الدم لمخها. وانتوا بتعرفوا كيف حكينا قبل انه الكوفائين بيؤدي الى انقباض للأوعية الدموية. Just want people to know that caffeine withdrawal is real and brings fatigue, headache and difficulty focusing. Doctors say caffeine, which is a drug, is safe for adults who consume up to about 400 milligrams a day. That's about 4 cups of coffee. ABC's Lisa Stark drank that much and took an MRI to show what it did to her brain. Here's before and here's after. Her blood flow went down 40% and her blood pressure shot up. طيب بعد ما شرحنا شو تأثير مادة الكوفئين على الجسم وعلى العقل تعال نشوف شو فوائدها وسلبياتها. أول سؤال لازم نجاوب عليه هي قديش كمية القهوة اللي لازم نشربها كل يوم؟ طب فنجان قهوة واحد فيه 200 ميلي جرام من الكوفائين. العلماء بنصحوا انك تشرب بين 400 ل 600 ميلي جرام من القهوة كل يوم، وانه 3 إلى 4 فناجين قهوة باليوم هي كمية مثالية عشان تحصل على فوائدها. طيب تعال نبلش بالفائدة الأولى وهي فوائدها على القلب. فالعلماء عملوا أبحاث كثيرة اشتركوا فيها آلاف الناس، فيها قارنوا تأثير القهوة أو مادة الكوفائين على خطورة الإصابة بأمراض القلب. شافوا ان الناس اللي بتستهلك 3 ل 4 فناجين قهوه باليوم ارتبط بشكل مباشر بانخفاض بنسبه 20% بخطر الاصابه بامراض القلب. وايضا وجدوا انه في ارتباط مباشر من الناس اللي بتشرب قهوه وانخفاض بخطر الاصابه بتجلطات المخ والقلب. طيب تعال نشوف فوائد الكوفائين على المخ وعلى الامراض العصبيه. فكلنا بنعرف مرض الباركنسون اللي بيكون في عنده المريض حركات لا إرادية. الأبحاث وجدت أنه استهلاك مادة الكوفائين بكميات كبيرة أدت إلى انخفاض بنسبة 25% من خطر الإصابة بمرض الباركنسون. المرض الثاني اللي نحكي عنه هو ألزهايمر. العلماء والأبحاث أكدت أنه اللي بيستهلك 3 إلى 5 فناجين قهوة باليوم بيؤدي إلى انخفاض كبير بمرض ألزهايمر. وأيضا وجدوا تأثير كبير لمادة الكوفائين على الاكتئاب. فانتوا بتعرفوا انه مادة الكوفائين هي مادة مضادة للأكسدة، يعني بتأدي الانخفاض والضرر والالتهاب بخلايا الجسم، وهي الشيء بخلي مادة الكوفائين تعمل وتشتغل كمضاد للاكتئاب، فهي بتزيد الحيوية بالجسم وبتقلل القلق وبتحسن المزاج. طيب يا سيدي شكرا كفاية. والأبحاث وجدت انه لو بيشربوا 3 إلى 4 فناجين قهوة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 10% تقريبا من أولئك الناس اللي بيشربوش قهوة. ووجدوا أيضا انخفاض في خطر الانتحار مع الزيادة باستهلاك مادة الكوفائين. طيب تعال نشوف شو تأثير مادة الكوفائين على خطر الإصابة بمرض السكري. فمادة الكوفائين تحتوي على كثير من المواد الكيميائية، واحدة منهم هي مادة البوليفينول والثاني هي مغنيزيوم كلنا بنعرفها. فهدول المادتين بيزيدوا فعالية الإنسولين والعمليات الأيضية للسكر بالجسم، وهيك بقلل الخطورة بالإصابة بمرض السكري. طبعا النوع الثاني تايب 2. فالأبحاث وجدت إنه كل فنجان قهوة أنت بتشربه بصير في عندك انخفاض 8% بالإصابة بمرض السكري تايب 2. طيب تعال نروح هسه على الجهاز الهضمي. كلنا لما نشرب قهوة الصبح بنفوت على الحمام، فمادة الكوفائين بشكل مباشر وغير مباشر بتعمل انقباض لعضلات الأمعاء، وهيك بتروح على الحمام وبتفضي كل اللي عندك. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. فالأبحاث أوجدت إنه اللي بيشرب قهوة قل عنده خطر الإصابة بسرطان الكولون وسرطان الكبد. وأبحاث أخرى انعملت على حصوات المرارة، فوجدوا إنه الناس اللي بتشرب قهوة بتستهلك كوفئين كل يوم كان عندهم انخفاض بخطر الإصابة بحصوات المرارة. طيب تعال نشوف تأثير مادة الكوفئين على معدل الوفيات أو الموت المبكر. فوجدوا إنه اللي بيستهلك 5 إلى 7 فناجين قهوة باليوم كان عنده أقل خطورة بنسبة 16% إنه يصير في عنده وفاة مبكر.
طيب بعد ما حكينا عن فوائد القهوة تعال نشوف سلبياتها. كيف قلنا القهوة بتؤدي إلى انقباض بالأوعية الدموية بالجسم، فاللي عنده ضغط عالي وبيشرب قهوة فهذا بزيد الضغط عنده وبزيد دقات القلب، وكمان المزيج بين القهوة والدخان اللي هو النيكوتين بزيد الضرر أكتر وأكتر، بزيد خطورة الإصابة بالضغط ومشاكل القلب. كيف حكينا قبل مادة الكوفئين بتؤدي إلى نشاط وحيوية أكثر، فاللي عنده أرق وقلق ممكن يزيده، وأيضا اللي عنده مشاكل بالنوم أو إنسومنيا طبعا ممنوع يستهلك كمية كبيرة من الكوفئين، عشان كيف قلنا الكوفئين بيأثر على مادة الأدنوسين والميلاتونين وكمان بيأثر على الساعة البيولوجية تبعتنا. وبعض الأبحاث وجدت أن الكوفئين بيأثر على دورة النوم عندنا، وخصوصا على الجزء اللي بيكون فيه النوم عميق أو الريم سليب. ملاحظة صغيرة بدي أحكي لكم شوي على نصف الحياة لمادة الكوفئين. شو يعني نصف الحياة بتاع مادة معينة أو الهالف لايف؟ بانجليزي دي يا مرسي مين؟ مينزي دي انجليزي؟ لا مال دي يا مرسي؟ فيومي. فيومي ايه؟ انجليزي. هي قديش وقت الجسم بيطلع نصف الكمية من هاي المادة من الجسم؟ فمثلا انت شربت فنجان قهوة الساعة 6 بالليل اللي بيحتوي على 100 ميلي جرام، الساعة 12 بالليل جسمك بيكون يحتوي على 50 ميلي جرام من هاي المادة. عشان تعمل حسابك اوعك تشرب قهوة 6 أو 7 ساعات قبل ما تنام، عشان غير يأثر على نومك بشكل كبير. وأخرى شيء سلبي لمادة الكوفئين هي تأثيرها على الحوامل. وجدوا إنه شرب كمية كبيرة من الكوفئين بيأثر تأثير مباشر على الحمل، وبيؤدي إلى ارتفاع بإسقاط الجنين، وأيضا يؤدي إلى وزن قليل الجنين وقت الولادة. وهيك خلصنا الفوائد والسلبيات تاع هاي المادة. خلينا نحكي لكم وين افضل وقت تشرب فيها قهوه. الابحاث بتقول انه افضل وقت تشرب فيها قهوه هي من الساعه 9 للساعه 12 ومن الساعه 2 للساعه 4. ليش؟ عشان جسمك بهالاوقات بينتج ماده اسمها كورتيزول، اللي هي ماده بتخليك نشيط وواعي. فحتى لو شربت قهوه الساعه 8 او 9 الصبح انت بتحتاجهاش، انت بتفكر انك بتحتاجها، فأحسن تستنى ساعة وساعتين بعد ما تفيق وتشرب القهوة بعد ساعة ونص لساعتين من استيقاظك. وهذا بيخدنا لآخر معلومة بهاي الفيديو، وهي أكمل فنجان قهوة لازم أستهلك أو أشرب اللي بيؤدي على خطورة لحياتي وحتى الموت. العلماء بيقولوا إنه استهلاك أكثر من 200 ميلي جرام للكيلو جرام من جسمك بيؤدي إلى الموت، أو بالمعدل 100 فنجان قهوة بيقضي عليه خيا. وهيك خلصنا الفيديو. اذا شفتوا انه هذا الفيديو كان مفيد لكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه، من شان الله اشتركوا بهالقناه هاي. اخوكم مزنوق وكلنا حنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. ملاحظه صغيره، اذا بدك تعرف شو سر نجاح حبيب نورما جوميدوف احضر هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.